اوكي عمي تبون ها شعل الضوء اهو راح الضوء كنا في كليمه صبحنا في ظليمه اذا رسميا تم تحديد الموعد النهائي والموعد الرسمي لقطع الكهرباء نهائيا على نظام الزريبه ياك انا مرضي قال لك اسيدي كنعطيو لكم الكهرباء ودابا غنقطعوا عليكم الكهرباء قريب راح نقطعوا عليهم باذن الله الكهرباء يلا واش كاين شي زريبه اكثر من هذيك اللي عايش فيها يا مسخوط الوالدين اغنى دوله وافقر شعب كاين شي زريبه اكثر من هذيك اللي عايشين فيها يا الرباعه المختلطه يا احفاد الكراغله واحفاد الفرنسيس اكذبتو كذبه وتيقتوها كيف ما ديما سارحنكم تعقلوا نهار اللي ناضوا لينا احفاد الكراغله واحفاد الفرنسيس قال لك شهر ثلاثة والله تنقطعوا على المروك الضو واه يا المغاربه وجدوا الحطب وجدوا الشمع الجزائر غادا تقطع عليكم الكهرباء غادي نديرو غادي نطلعو ونهبطو نحن القوة الهاربة نحن اللي مضروبين من عند الله ناضو شي مغاربة طلعوا عليهم في التيك توك كيطلقوا اللايف وكيطفيو الضوء ها ناري الجزائر تفاجع علينا الضوء ها ناري تا الاخر عاد كيشعلوا الضوء نوضو يا مساخيط وايدين نوض بقينا نتسناو داك شهر ثلاثة بفارغ الصبر انهار الحق شهر ثلاثة وفينكم الكراغيلة اقرض ما بقاش يدور فينكم الكراغيلة فين هو الضوء عاد تقطع هاد السيمانة مشى ها السيمانة الجاية مشى ها هو لكن شي حال احنا على ابواب شهر خمسة يا شهرين داز دابا اقرض ما بانش بقيت كنقول واش عبد المجيد تلف على لانكاسا اللي قطع علينا بها الضو ولا كيفاش الانسان راه ما كيقول واحد الحاجه حتى كيكون قاد بها حتى كيكون متاكد منها ولكن شعب مهبول شعب دغيا كيتسرح دابا خرجوا شي اشاعه بانهم هما يتفوقوا علينا فيها تلقاهم كيهلوا بها ويا إشاعة احنا اللي طالقناها والمساخيط الوالدين لو كان داروا بحث بسيط على المملكة المغربية يلقاو بأنها دايره اتفاقية وكتصدر الكهرباء لإسبانيا مؤخرا دارت اتفاقية مع بريطانيا وغادا تصدر لها الكهرباء وما يمكنش شي دولة تصدر الكهرباء إلا وعندها اكتفاء ذاتي عاد التجأت للتصدير ولكن قلت لك معاه ما عادش هضر شكون عاد فاهم ربي حطهم حدانا باش يفوجوا علينا ويعطيونا شي فقرات فكاهية نضحكوا بها وصافي والأخطر من هذا ملي كتدور التفصيل اللي عندهم وتجي تشوفهم هما كتلقاهم هما اللي ما عندهمش الكهرباء وكأن عبد المجيد تلف على لانكاسا جا يقطع ديالنا قطع ديالهم نشوفوا هاد التقرير وسهل داكشي ها شوف وتمعن مع راسك وما تنساش واحد الحاجه بان هادي راه اغنى دوله في افريقيا فلوس موجوده اموال تترعرع ولكن للاسف اغنى دوله وافقر شعب تفرج ليه الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تزامنت مع ارتفاع درجات حرارة وصلت عتبة 45 درجة مئوية بالعاصمة تسببت في خسائر مادية نتيجة تعطيل أجهزة التكييف والتبريد وغيرها من الأجهزة الكهرومنزلية. الأجهزة يعني في حالة انقطاع ورجوع التيار الكهربائي على المستهلك أنه يفصل جميع الأجهزة الكهربائية من المقابس ما يخليهاش ركبة في المقبس لأنه إذا خلاها ركبة مع انقطاع وعودة كهرباء ممكن أن الجهاز هذا يتضرر وممكن يوصل حتى للتلف النهائي للجهاز. مختصون أوصوا باستعمال جهاز الحماية من انقطاع وارتفاع وانخفاض في الجهد التيار الكهربائي لتفادي تلف الأجهزة. يعني جميع هذه الاختلالات احنا نعمل عليها من اجل يعني نوصلوا لواحد المرحله انه تكون اجهزتنا صديقه للبيئه اجهزتنا مقتصده للطاقه ونزيد نرجع النقطه مهمه على المستهلك ايضا انه يكون واعي ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء وخاصه في فترات الظهر بين التقلبات المناخيه وتذبذب في توزيع الكهرباء يعيش المواطن امام هاجس تلف اجهزته الكهرومنزليه لتجنب المزيد من التكاليف هاوضك علينا على البكن الماء ما قيله ما شربوا هيه العويل هم طلعوا في الأطراس الفوق أنا هني هنا في الهول هاوش هز معي ها تريسيتي هذه ضربك راحت من رومبوط على فيري وروحت الحملة واحد ورحت تحت الجهة الفوقانية ولاد بشينا ما كانش احنا ضرك صونا الغاز هذه لا كان عندها أعطال راح تريقلها كانت خبرنا افونس قال مثلا دير لائحه باللي يروح وتومتري سيتي اليوم راح يروح نخدمه درك لي فريجيدار صوطاو البارح انا واحد من الناس تحرق لي فريجيدار بواحد 10 ملايين ولا 12 مليون شكون لي رومبورسيو لي ترومبورسي سونال غاز تقول لك انا خاطين لا ما تخلعوش ما تخلعوش 10 ملايين ولا 12 مليون ديالهم هي شي 300 درهم ديالنا ما علينا هادشي هذا فين سمعتوه فين قال لك في العاصمه الى العاصمه وما فيهاش الضوء ما بالك بالمناطق النائيه المناطق المهمشه وباء اكثرها لا ضوء لا ماء لا حليب لا عدس لا لوبيا لا كوارث وغير يسمعوا شي حاجه على المغرب كينساو همهم ويبداو شادين فينا وخرجوا فينا عينيهم قطعوا عليكم الضوء قطعوا عليكم الماء اويلي التريكه المخلطه اويلي اجي يا وليدي تشوف
نهضروا معك حنا على الصحراء المغربيه اللي نتوما ممرضاكم معقداكم اسباب الفقر ديالكم هي الصحراء المغربيه. اجي تشوف التنميه فيها كيفاش غاده، اجي تشوف وحده من اكبر المحطات لتوليد الكهرباء بمدينه العيون بالصحراء المغربيه. انقش عويناتك ادي ما تعاودها الكرغولي، ترى جمع دوك المدن الجزائريه كامله وعصرها ما تخرجلكش مدينه واحده في الصحراء المغربيه وفي التنميه اللي فيها. حنا كنخدموا المصلحه ديال بلادنا، كنخدموا التنميه في البلاد ديالنا، وترى ما شفتي على الخريطه ورا ما تدعم في دوك البيلي زيرو هي الاموال مع راسك. اتفرجوا ديما تعاود الكرغولي كحل عينك، فرق عليا ديك لايك، خلي الراي ديك في التعليقات. اجتازت محطة العيون لتوليد الطاقة بالديزل البالغة قدرتها المنشأة 93 ميجاوات بنجاح مهمة افتحاص لشهادة وفقا لمعايير ايزو 14-1 نسخة عام 2015. هذه العملية تندرج في إطار سياسة إرساء نظام الإدارة البيئية بمحطات العنفات الغازية والديزل التابعة للمكتب بالجهات الجنوبية للمملكة. الزميل نعمة ماء العينين ونوفل المجدوبي زار محطة العيون وأعد الروبورتاج التالي لنتابع. في إنجاز بيئي متميز حازت محطة العيون لتوليد الكهرباء بالديزل على شهادة إيزو 14001-2015 معززة بذلك مكانتها كرائدة في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية. وتتميز المحطة بتقنيتها المتطورة في مجال تدبير النفايات وأنظمتها المبتكرة للمعالجة الفيزيائية والبيولوجية مما يقلل من الانبعاثات الغازية والسائلة والصلبة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تحصلنا على ايزو 14001 نسخة 2015 وذلك بعد مهمة الافتحاص القامت بها هيئة مختصة وذلك بمراقبة جميع آليات السير والآليات العملياتية في المحطة. وقد عاينت هذه المهمة نظم معالجة المياه العادمة ومراقبة الانبعاثات الغازية في المحطة بالإضافة إلى التحاليل الدورية للمياه العادمة التي تستغل في السقي. منذ انطلاقتها عام 1989 ب 21 ميجاوات توسعت محطة العيون الحرارية لتوليد الكهرباء بالديزل لتصل قدرتها الإنتاجية إلى 93 ميجاوات سنة 2017 مواكبة بذلك احتياجات جهة العيون الساقية الحمراء. وتجسد هذه المحطة بالملموس التزام المكتب الوطني للكهرباء بالالتزام والحفاظ على البيئة معززة مسيرة التنمية الشاملة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تلبية لحاجيات الساكنة ونظرا للتزايد الديموغرافي والازدهار اللي عرفته جهة العيون الساقية الحمراء تم توسعتها سنة 2017 وتم تزويدها بمولدات حديثة صديقة للبيئة وهذه التوسعة ساهمت في خلق فرص مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة. بعد أن حصلت محطة طنطا لتوليد الكهرباء بالديزل سنة 2023 على نفس شهادة إيزو البيئية ترفع محطة العيون لتوليد الكهرباء بالديزل شعار الطاقة المستدامة والابتكار البيئي مضيئة طريق التنمية في المملكة ومثبتة أن الطاقة والبيئة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب نحو مستقبل أكثر إشراقا. للمزيد عن هذه المحطة ونظامها البيئي معي من العيون زميلي النعمة مال عينين مسؤول مكتب قناة ميديا تي في في الأقاليم الجنوبية. مرحبا بك النعمة. أهلا وسهلا بك فرحانة. نحن الآن نتواجد في المحطة الحرارية الديزل بالعيون والتي تعتبر واحدة من أهم المحطات في الجهات الجنوبية الثلاث، ومن أجل معرفة أكثر تفاصيل عن هذه المحطة يحضر معي حميد القاضي رئيس مصلحة الاستغلال المحطة الحرارية الديزل بالعيون. أهلا بك. شكرا سيدي، مرحبا. بداية ماذا يمكن أن تقول لنا ونعرف عن هذه المحطة الحرارية الديزل بالعيون؟ بالنسبة للمحطة الحرارية ديزل العيون تم إنشاؤها سنة 1980 وذلك بقدرة إنتاج مبدئية 21 ميجاوات، وفي سنة 2017 تم توسيعة هذه المحطة لتصبح قدرة إنتاج إجمالية 93 ميجاوات كافية لتلبية حاجة الطاقة الكهربائية لجهات العيون الساقية الحمراء.
تتميز هذه المحطة بكونها ترتبط بشبكة النقل والتوزيع ذات الجهدين المتوسط والعالي. كما تضم هذه المحطة نظام مكافحة للحرائق ونظام مراقبة الكاميرات، توفر على أحدث تقنيات في مجال مراقبة المنشآت الصناعية. يعني سنة 2017 تم توسعة هذه المحطة ودليل قاطع على التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية. يعني هذه المحطة ما هي انعكاساتها الإيجابية سواء على المستوى الاجتماعي الاستثماري والاقتصادي؟ بالفعل منذ إنشاء المحطة ومنذ توسيعتها في سنة 2017 ساهمت في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية بالمنطقة، وذلك من خلال خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة. إذا تحصلتم قبل يعني أشهر على إيزو 14001 نسخة 2015، ماذا تعني هذه يعني حيازتكم لهذه النسخة من إيزو؟ إذا في إطار إرساء نظام إدارة البيئة بمحطات العنافات الغازية التابعة للمكتب الوطني كهرباء الماء الصالح للشرب بالأقاليم الجنوبية للمملكة، اجتازت هذه المحطة بنجاح مهمة افتحاص شهادة الإيزو 14001 نسخة 2015 بنجاح الحمد لله، وذلك في شهر فبراير الماضي. وقد تمت مهمة افتحاص من طرف مؤسسة مختصة التي شملت جميع الأنشطة التي تقوم بها المحطة الحرارية ديزل العيون بما فيها الإدارية والتشغيلية. إذا يعني حصلتم على هذه الشهادة الإيزو يعني 14001، ما يعني أنها رغم أنها محطة حرارية بالديزل إلا أنها صديقة للبيئة، يعني ماذا يعني لكم تحقيق هذه الشهادة خاصة هنا في الأقاليم الجنوبية التي تعرف يعني استعمالا كبير للطاقات الريحية والمتجددة؟ هل يمكن أن نقول على أن هذه المحطة التي أخذت شهادة إيزو 14001 هي صديقة للبيئة؟ ماذا يعني تحقيق هذه يعني هذه حصولكم على الإيزو؟ بالفعل الحمد لله نجح هذه العملية، يعد تثمين المجهودات التي يقوم بها مسؤولو ومستخدمو المكتب الوطني كهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إرساء نظام يروم إلى الحد من التأثير على البيئة وترشيد استغلال الثروات الطبيعية وتخفيف من التأثير البيئي، وهذا وفق النهج والسياسة التي ينهج المكتب في هذا الصدد. ويعد هذا التتويج أو هذا التبييز هو الثاني من نوعه بعد أن حصلت المحطة الحرارية طنطان على نفس الشهادة في شهر مارس من سنة 2023. إذن فرحان نحن نتواجد الآن في هذه المحطة التي تعتبر صديقة للبيئة وللتنمية المستدامة، بحيث أنها رغم استعمالها للديازل إلا أن الإفرازات سواء كانت الغازية الصلبة يعاد تكريرها من أجل أن تصبح إيجابية ولها انعكاسات على محيط هذه المحطة. وأعود لك فرحانة. طبعا محطة العيون يا نعمة تأتي هي الثانية بعد محطة الطنطان، سبق لها أيضا طنطان أن حصلت على جائزة أو شهادة الإيزو. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين المنصرم بمكناس حفل افتتاح الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من 22 من أبريل إلى 28 منه تحت شعار المناخ والفلاحة من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود. الجهات الجنوبية الثلاث والتي كانت أروقتها نقطة جذب للزوار بمنتجاتها المحلية حصدت مجموعة من الميداليات الذهبية والبرونزية احتفاء بأفضل المنتوجات المجالية المغربية على هامش الدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. المزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي مع الزميلة إيمان هلالي. من بين أكثر من 1200 منتوج مشارك في الدورة 16 للمباراة المغربية للمنتوجات المجلية يمثلون الجهات 12 للمملكة، تم منح 7 جوائز تميز لكل من عسل الزعتر للتعاونية الفلاحية الزويت بجهة سوس ماسا، وزيت الزيتون لشركة أوليا كابيتال بجهة فاس مكناس، وزيت الأرغان للمجموعة ذات النفع الاقتصادي فيتا أرغان بجهة مراكش آسفي، وتشجار الجمل لتعاونية جيت ناغا بجهة الدخل وادي الذهب،
وتمر بوفقوس للمجموعة ذات النفع الاقتصادي مزكيتا أكدز بجهة درعا تفيلالت، والزيتون الأخضر بالليمون لتعاونية زهرة الزيتون بجهة فاس مكناسة، والكسكس بالأعشاب لتعاونية التقدم بجهة فاس مكناسة. أما بالنسبة للميداليات فقد منح الحكام المتذوقون 416 ميدالية، منها 88 ذهبية و90 فضية و238 برونزية لمختلف المنتوجات. وشهدت هذه الدورة أيضا منح جائزة الابتكار لمحصول عجينة الكبار والزيتون الأخضر للتعاونية الفلاحية الخضراء بجهة مراكش آسفي. المباراة التي تم إطلاقها لأول مرة سنة 2014 من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تنظم من طرف وكالة التنمية الفلاحية، وذلك بهدف تعزيز التطور المسجل في هذا القطاع، كما أنها تتيح تعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على الأصالة والمعرفة مع ضمان دخل مستقر وضمان عرض يستجيب لمتطلبات السوق التي تشهد تطورا بشكل متزايد. كان داول فيديو اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلنا الراي ديالكم في التعليقات، الناس مازال ما مشاركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيتعلم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.